هي توصلنا ل 11:29 دقيقة، أما زيدوا شوي بشوي و 30 دقيقة. على ذلك كما حكيت لكم قبيلة وقلت لكم للناس اللي تحب معناها تطويل الشوافر ومن طول تكثيفها، معناها التطويل وحده ولد عندنا فتحية، ما لاحظتش أنه ماشية وتزيد مشكلة الحواجب والشوافر. لفهمتم من العوامل الخارجية، لفهمتم من العبد على ما ولا ستريسي، ما معناها الناس كل تحس عندها مشكلة الحواجب، تقول لك حواجبي طايحين بصفة غريبة وشوافري طايحين بصفة غريبة، وحتى المكياج زاد كل يوم كل صحيح. يوم والمسكرا يطيح. على ذلك لازمنا ديما ماذا بينا ما دام العبد يقول ما زلت هكا في عمر مش نقولوا صغير فتحي انت اليوم صباح صغار كبرنا ملك ليه ما كبرني دخلت لي من الباب يا صغار كبرنا كبرنا معناها ما دمنا هكا مازلنا ترنكوشيت كيما هكا نمشيو للطرق الطبيعيه، خاطر ديما الحاجه الطبيعيه حتى لو كان ما تنفعكش ما تضركش. نبعدوا شويه على كل الحاجات معناها المركبه والحاجات اللي تبدا صحيت الاصطناعيه، خاطر راهو ذيك بطول المده تهلكك، تزيد تهلك لك وجهك اكثر. دونك نعطيكم شويه وصفات طبيعيه باش نطولوا بها الرموش نتاعنا. باش نبدا لكم بالوصفه الاولانيه، هي وصفه حليب جوز الهند، واللي تلقاوه فما دي غران سيرفاس موجود فيهم الحليب نتاع جوز الهند. باش تاخذ ديما كان عندكم دبوسه نتاع ماسكارا فرغت معاش حاجتكم بها، تغسلوها مليح 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 وتخليوها هذيك ديما للليسوان نتاع الشويفر نتاعكم، ديما تستعملوها في الليسوان دونك باش ناخذوا شويه من حليب جوز الهند وبالفوشه نتاع الماسكارا تبدا نظيفه بيان سور، والا بقطنا نحطوا حليب جوز الهند على الشويفر ونخليهم مده 10 دقائق، وبعديك تغسل عينيك بالكدا. ماذا بيك تستمر على الوصفه هذه مينيموم شهر، كل يوم تعمل منها وتشوف الريزولتا، مش تعمل نهار وتخلي 10 من بعد تقول ما لقيتش حتى ريزولتا. عندنا كيف كيف وصفه زيت الزيتونه، كيفاش ناخذوا نخلطوا زيت زيتونه مع شويه فيتامين او اللي بيان سور موجود في لي فارماسي والحمض نتاع الاوليك اللي يغذي ويضاعف حجم الرموش، نخليهم ليله كامله يعني قبل ما نرقدوا نحطهم على عينينا ونقوموا الصباح نغسلوا جونا عادي. فما وصفه اخرى هي وصفه البيض وزيت الزيتون، كيفاش باش ناخذوا الابيض نتاع العظم نخلطوه بزيت زيتونه بكميات متساويه بيان سور، ونحطوا الخليط هذا على الرموش نتاعنا من الليل حتى للصباح، ومن بعد نغسلوا وجونا عادي. الوصفه هذه نكررها حكايه مرتين ماكس 3 مرات في الجمعه. وهنا باش نحكي على العادات السيئه اللي تضر العينين وما تخليش الرموش تطول، واللي هي متاكده اللي عندنا الناس الكل الحكايه نتاع العينين، تبدا قاعده تجي عينك تحكك تقوم خسختو كيما هكا معناها كي تثني صبعك وتقوم تحك في عينك هكا، هذيك اكثر حاجه تهلك الرموش نتاع العينين. اول حاجه تطيح الشويفر، ثاني حاجه الشويفر اللي قاعدوا تكسرهم معناها وتاذي منطقه العين. حاجه اخرى نتجنبوها لو ماكسيموم اللي هي كثره التعرض للشمس، راهو شويفرك وعينيك يتعرضوا ياسر للشمس، ريتي كل حاجه عندها سبب، لي لونيت سولير علاش موجودين بلي بروتي، راهو مش زينه لي لونيت سولير في الـ في الـ في الـ معني كيف طلعوا لي لونيت سولير ما همش خاطر زينه، معني لي لونيت سولير احنا ناخذوا فيهم زينه بيان سور، لي لونيت سولير طلعوا باش يحميوا لك العينين من الأشعة الفوق البنفسجية. وهاو توا كي زدت عملت الغجيخش متاعي طلعت أكثر حاجة تضر الرموش متاع العينين الشمس، هي اللي تخليهم يتيحوا بصفة غريبة. وهذا يخلي الناس يقول لك مثلا عيني يتقلقني برشا كي نخرج في الشمس، وإلا الشمس تجهرني، وإلا الشمس هذيك كله راهو يقلق ياسر العينين والرموش متاع العينين. دونك ماذا بيكم تبعدوا لو ماكسيموم على الشمس الضارة، هنا نحكي مش على الشميسة اللي تاخذ منها شوية فيتامين دي، لا على الشمسك اللي تحرق وتقعد فيها بريود طويلة كانت هذه البيئة من يوم.